في الاجتماع الفني النهارده اللي حضره الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي المدير الاداري، نادي الاهلي بكره هيلبس التيشيرت بتاعه القميص الاحمر والشورت الابيض والشراب الاحمر، والحارس بكره هيلبس الطقم الازرق السماوي. ايضا فريق الترجي بكره هيرتدي الزي الثاني الطقم الازرق. دي بكره التفاصيل اللي هتكون موجوده في لقاء غدا. الفريقين ان شاء الله يعني تاكد وجودهم قبل المباراه بساعه ونصف. مباراه ان شاء الله هتكون موجوده بكره ان شاء الله في ملعب الاهلي والسلام. طيب نروح زي ما احنا شفنا الجانب الاهلاوي الكابتن وائل جمعه، ايضا نروح للجانب التونسي بقى، عايزين نشوف الرؤيه التونسيه وماذا يدور في الشارع التونسي عن مباراه الاهلي والترجي.